انا سميتي سليمان، انا من اصل من بوعرفه الشرقيه، الجهه الشرقيه ديال المغرب، ولكن حاليا ساكن في فرنسا وجيت من فرنسا لهنا مباشره. شويه مطوله ولكن مشيت لها، درت باري واسطنبول، اسطنبول جيت لهنا. بزاف كاع، تقريبا شي 16 ساعه. الصراحه اللي ما زارش اوزباكستان ما شاف والو صراحه. ناس هزينين والبلاد نقيه وفيها الامان صراحه. هذه عندي يومين فيها، مي ما كانتش نجلس فيها حتى 3 شهور. انا ما دايرهم يديو الكاس، ولكن سمعت البارح واحد الدري قال لي عندنا شي لعابه ناقصين. انا ما تبعتش هذه الايام التواليه ديال المنتخب، هذاك هو اللي ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله النهائي فيها ونجمع هذا العام. غادي نزيدوها. سميتي ناديه، جيت من مدينه ازرو وخدامه في مدينه بني ملال، وجيت لهنايا باش نشجع المنتخب نتاعنا في كاس العالم تاع الفوتسال. صراحه الفيزا كانت سهله، كانت طلبتها الكترونيكمون سوغ انترنيت وجدت لي في 48 ساعه يعني بسهوله. والتراجي كان ساهل، درت ان اسكال في ابو ظبي، جلست فيها واحد 5 ايام عاد باش جيت لهنايا. لا الصراحه انا ديجا شفت ناس اللي ديجا جاوا، حيت داخله في واحد الجروب ديال المسافرات، وشفت بنات ديجا جاوا وشفت شنو البلايص اللي شافوا، بان لي داكشي بلوس تاريخي وهذا، وداكشي علاش جيت في الاصل. مي لقيت بان البلد زعما مودرن وحديث، يعني اون بلوس ديال داكشي اللي تاريخي هي زعما متقدمه بزاف. هذا الماتش ان شاء الله 1-0، المهم 6 كاينه الا زادوا شي حاجه مزيان. تبارك الله. وان شاء الله نوصلوا على الاقل الدومي فينال ان شاء الله. سميتي محمد، جاي من المدينه باري، انا ولد الخارج، ولكن احنا جينا باري، دبي جينا تشكنت. والله العظيم شويه العيا، الطريق فيها العيا، ولكن الحمد لله جينا بخير وعلى خير. والدعوه كي دايره هنايا في تشكنت مزيانه، النظافه، نقي، الماكله، كان كلش، ومم الشعب ديالهم زوينين بزاف، تربيه عندهم ما كاين حتى مشكل. ايوا شنو انا النصيحه اللي نقدر نقول للمغاربه؟ ديروا النيه واجيو ان شاء الله، اجيو تشجعوا بلادكم، اجيو تشجعوا المنتخب المغرب، واجي تشوفوا شويه الحاله كي دايره هنايا، وتشوفوا الامور، وتشوفوا شويه النشاط، والحمد لله. اجيو اجي تشوفوا الزوين. ايوا انايا لي بريديكسيون نقول لك ان شاء الله نربحوا 3-0 ان شاء الله، 3-0. مي شويه خايف على لا ديفونس، مي ان شاء الله غادي نربحوا الماتش ونشوفوا حتى لي دومي فينال ان شاء الله.